السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناة أمة تي في. نستضيف اليوم الفنان الجزائري لطفي دوبل كانو. لطفي دوبل كانو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. متشرفين خويا وميرسي بو لانفيتاسيون. بارك الله فيك. ميرسي اتوا. عايش. لطفي دوبل كانو، رانا في أمة تي في. اوكي. كيس كي ايفوك بور توا لو مو أمة؟ عم بالك بلي الرسول عليه الصلاة والسلام جاب رسالة هي الاسلام، واكوتي جاب مشروع، جاب ان بروجي اللي هو امه جوستمون فير اون امه. هذاك بكري وقت وقت كانوا لي تريبو هذوك والقبائل كانوا متعاركين ما يتفهموش، كانوا سيتي ديفيسيل تجمع بيناتهم. فالرسول عليه الصلاه والسلام جاب الاسلام وجاب مشروع الامه اللي مبني على قاعده، واش تقول؟ تقول محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هاو لو برينسيب. اذا كنت حاب تدخل في امه محمد لازم نكونوا رحماء، لازم نكونوا حباب، لازم كلمه الله اكبر اكبر من كلش في هذه الدنيا. ما من المشاكل اللي بيناتنا عاديك بكري يا في بين اهل المدينه ومكه بروبليم، الاوس والخزرج بروبليم امبوسيبل يتفاهموا، فتفاهموا تحت رايه امه. يعني لي روما كانوا يديروا لومبير امبراطوريه ولا الامبراطوريه الرومانيه البيزنطيه، من الرسول حاب يدير امه مبنيه على الرحمه ديك. لو بروبليم سيك درك اليهود ولا الفرنسيين ولا حاجة ما همش حابين يطاكيوا المسلمين من جانب الإسلام. لا، صلي على روحك، بس حنا طاكي لك الأمة. يفو باي يخليونا نديروا أمة، يقسموا الأمة، هدموا الأمة، ريبوا الأمة. في باكستان والهند ريبوا الأمة، حتى تشوف مثلا الجزائريين يقولهم يا جزائريين صلي وصوموا، بس وش هو مع المغرب ما تديروش أمة، لازم تكرهوا بعضاكم، لازم الأمة يفتوها يشتوها وتتلاشى ويروح مشروع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو فريمون باه نديروا امه. على ديك احنا تسمى رانا كومباتي ونقولوا يا ناس راهو لو بروجي تاع ربي سبحانه اللي حبوا للبشر انه نتلموا تحت رايه الله اكبر وننساو هذوك المشاكل والفروقات. هذيك قلتي امه. ولكن لطفي دوبل كانو انت رابور، يعني انت فنان، كاين بزاف ناس يقولوا باللي عنده خطاب ديني. هل يعني تشوف انت باللي سي نورمال يعني الخطاب الديني يعني والفن يعني اسكو يقدروا يمشيوا مع بعضهم؟ صح، هذه لا كيسيون على روفيان تو لي جور، ديما ديما بارتو في الفيسبوك في لي بلاطو تيلي في المهم عند الناس كل يقول الدين في جهه والفن في جهه. بصح انطر الدين والفن القاسم المشترك تسمى اللي بيناتهم هو كاين عبد، هو عبد افون تو هذاك الانسان. باسكو جوستومون كاين عباد يقولوا باللي الدين نورمالمون للامام فوالا للمفتي، للمفتي فوالا ماشي للرابر. هو ربي سبحانه، انا تعلمت هذه، ربي سبحانه يحب الناس يحكيوا عليه، يحب العباد، يحب ملائكه تجي تقولوا يا ربي هم يحكيوا عليك. ما يحبش كل علماء وما يحبش كل فقهاء ولا في المسجد، يحب الناس الكل تحكي عليه، ويحب هذاك الماسون وذاك الفنان وذاك العاصي وذاك اللي ذنوب، يحب ربي يسمع الناس يحكيوا عليه ويمدحوه ويشكروه. مام الرسول عليه الصلاه والسلام تعذب وضربوه مش عجل العلماء، تعذب عجلنا احنا، عجل الناس كل. يخي كان كيف يرش الموت صلى الله عليه وسلم ويقول امتي امتي، يعني السوسيتي عوده هو لازم نحكيه على رب. انا جو تروف كو من واجبي سي ان دوفوار دو ميموار سيدي، هاي مش حتى دو مسلمان دو ميموار، لازم نحكي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نحكي على ربي بالشي اللي نعرفه. ربي يقول يعني اذكروني اذكرك، اذكروني برك، نعرف ربي رحمن، نعرف ربي كريم، نعرف ربي عزيز، نعرف الرسول تعذب علينا، نعرف هذوم نعرفهم. اما سي فري المسائل الفقهيه اللي مختلفين فيها العلماء، واحد ما عنده الحق يخش فيها الا اهل العلم، سي نورمال. مي بصح مش محتاج تكون عالم باش تعرف باللي ربي رحمته كبيره، باش تعرف باللي ربي تسمى ربي النعم ما مدهاش للعالم، العين البصر مدهم للناس كل، تسمى الناس كل لا لو ديفوار عندهم لو ديفوار ايزون ديفوار باش يحكي ويذكروا الفضل اللي ربي عليهم. فوالا سي بور سا انا تو نيمبورت كي بو بارلي دو ربي سبحانه والرسول عليه الصلاه والسلام، نيمبورت كي لازم يحكي على ربي، ما يدخلش في الفقه ولا في الامور هذيك. كيف الانسان فوالا هذه ان اوتر بروبليم، باسكو كيف قلت الناس يقول لك اني نخاف نهضر ونغلط، كاين اللي يغلطوا كي بزاف، كاين اللي يغلطوا صح يا ناس. اللي يغلط ربي واش راح يدير له؟ واش من حديده حيدخل له في راسه ولا حيعذبه 1000 سنه ولا 2000 سنه؟ لا، ربي حط قاعده توت سامبل يقول لك فمن اجتهد واخطا واش يعطيه ربي؟ يعطيه اجر واحد.
ثم راح يزيد يقول أجره. اللي يجتهد ويصيب يعطيه أجران، أما اللي يخطئ ربي يقولك ماني نعطيه أجر، ثم راح يزيد يعطيك أجر حق ما تخطئ. فهمت كيف؟ دونك الناس تحب تهرب من الفت، عمال نخاف أغلط أغلط، معلش أغلط على روحك. مي كاين واحد الشروط جوستومون، الناس اللي يخافوا انهم يغلطوا، والله يا ناس روحوا الانترنت، ما كانش عالم من علماء تاع الامه الاسلاميه ما تلقاوش فيديو مشطبين عليه وكاتبين اخطاء العالم الفلاني، العالم الفلاني يخترع ايه، متايه كل العلماء نورمال يقدروا يغلطوا، سي ليجيتيم العبد يغلط، غير ربي اللي ما يغلطش، العبد يغلط، معاذ بن جبل كان يغلط، عمر بن الخطاب كان تلمون يغلط يطلع فوق المنبر ويقول لهم يا ناس كل الناس افقه من عمر، راكم تعرفوا خير مني كل، كي تشوفوني نغلط قولوا لي. واش هو كاين دو كونديسيون، لا كونديسيون الاولى سي كو كي تغلط يقولوا لك راك غلط وتشوف لا غلط ما تجيك الكبرياء، قول لها استغفر الله راني غلطت دوك نصحح نفسي، هنا ما فيهاش عيب تغلط، كلنا غلطوا. انا ساعات يديروا عليا فيديو يقولوا لطفي في العوض ما يقول سيدنا ايوب راهو قال سيدنا داود وما نعرفش، ها هاني غلطت يا جماعه ربي يغفر لي، ودوك الحمد لله نعدتولي وذكرتوني بالايه ما بقيتش نغلط فيها ان شاء الله خلاص. ساعه نقول عمر بن العاص، عمر بن عبد العزيز غلط، قلت عمر بن العاص وغلطت هي واش فيها، غلطت يا جماعه نستعرف غلط نستغفر الله، دوك راك نعدتولي برك اجتهدت اخطات ربي عطاني اجر. اي لا دوزيام كونديسيون ما تدخلش في المسائل المختلف فيها، علماء يقولوا هك وعلماء يقولوا هك، ما تجيش انت تجوجي تقول انا هذا هو اللي عنده الحق هذا. لطفي دوبل كان اون فا باسي ان اوت سوجي كاريمون ديفيرون، نحكيو على الاعلام اللي طاح في المغرب. دونك كاين دي رابور بزاف قالوا علاش لطفي ما هدرش على الاعلام اللي طاح، الا با كونداني. صح علاه سي فري كو كاين ميم ناس راحوا بير، راحوا قال لك باللي مادام الا با كونداني سي كي لي بور، دونك الى اكسبت تسمى الى اكسبتي وقبل وراه معاهم وراه خائن وراه ضد الجزائر واي لو امبليفيي لو تروك. هي سي با شوف دابور الحاجه الاولى نقولها سي كو لي رابور في الجزائر 90% فيهم ما داروش اغنيه على السوجي هذا، يعني سا فو با دير كو رون بور، سا فو با دير كو رون خانوا البلاد. نو حنا في الجزائر كيما هك ان رابور عنده دي سوجي يختار دي سوجي ونتقاسموا، انا ما نقدرش نحكي على كلش، يقدر واحد اخر يحكي على كذا كذا. كيف قلت لك عندنا تري تري بون رابور في الجزائر اسمه فارس ولد العلمه، الى كريتيكي في اون شانسون مانيفيك وزاره الثقافه، وزيره الثقافه ودار دو ليمور ودار دي تيك سي بيان اون سبارتاج، انا عندي ان اوتر نيفو نقدر نكريتيكي السوبيريور تاع وزيره الثقافه، هو الى كريتيكي وزير واحد اخر ربما يكريتيكي الوالي، واحد اخر نيفو باي كريتيكي المير، تو اون سبارتاج لا طاش، ما نقدرش واحد يكون فيما هو سي ان ان يحكي على كلش، انا هاك انت هاك انت هاك نتقاسموا لا طاش. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قضية العالم الجزائري، احنا تأسفنا يعني انا جيتي توشي يعني كيفاه المغاربة يقدروا يقيسوا عن بالك العالم الجزائري في هذاك لو سيجل تاع اك انفوغراف، راك تعرف تسمى اللوغو هذاك النجمة والهلال صاروا بريزونت اللي حكينا عليها أمة محمد، راهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي مد رمز للمسلمين، قال لهم من اليوم رمز الإسلام هو النجمة والهلال، جاوها قالوا يا عمر المسيحيين عندهم لاكروا واليهود عندهم ليطوال دافيد، حنا المسلمين ما عندناش رمز، قال لهم من اليوم الرمز تاعكم ها هو السمبول هذاك، حنا في طورة التحرير حطوه جبهة التحرير رمز الجزائر الإسلام خضراء وبيضاء والرمز الإسلام في الهن. فالشخص هذاك راهو ما مسش الجزائر الناس، راهو مس الإسلام، أو مش راح يتحاسب على قاس الجزائر فحسب، لازم يتحاسب كإنسان قاس معالم الدين، معالم دينية اللي هي الإسلام، راهو حساب تاعو كبير، فهمت تسمى راهو مش قضية أفير بالمغرب والجزائر، لا راهو قاس الأمة الإسلامية كل، سا سي امبورتون. لو دوزيام تروك اللي حبيت نقوله سي لقيت أنا تعاطف كبير من عند المغاربة يعني مع الجزائريين، كل كرهوا السيد هذاك وكل سبوه وقالوا إي ريبريزونت با المغاربة. عاديك نرجعوا لا بروميير كيستيون أمة محمد، مش عجل واحد بين قوسين كلب ما يسواش، نروح انا نحطم المشروع تاع الرسول عليه الصلاه والسلام لبناء امه، فهمت؟ كيف فو با جينيرالي فوالا اي سورتو واش حبيت جوست باه نختم باه نقفل تسمى لو سوجي هذا، هذا سوجي يا جماعه راهو مش تاع شونسون، راهي كيما قلت لك راهي قيمه معلم من معالم الدين، راهي قيمه شعب، ما يحتاج شونسون، يحتاج مسيرات ويحتاج تسمى غوفرنمون يعني يتحرك قطع علاقات ولا ما نعرفوش، يحتاج حاجه كبيره وشعب يوقف، تسمى ما تحتاجش غنايه سي فوتيل، غنايه على جال خالده على جال سلال تو فوا، مي واحد يقول لك معلم من معالم الدين اللي هو رمز الاسلام وهو علام تاع شعب ضحى وكلش، هذه لازم الدنيا تتقلب، مي مالوريزمون الناس يقول لك انا ما درتش غنايه سي فوتيل. كلاش
2014 ولا فقاطير يعني سي مورسو كي ا في بوليميك اون الجيري علاش هذا المورسو وعلاش الان بالضبط انا والله يعني الناس اللي يعرفوا دوبل كانو عم بالهم باللي كل خطر عندي خرجات هكا خارجين على الطريق خارجين على الطريق مي انا جي جامي كومبري وعلى لامبليفيكاسيون هذاك بالك الضرر في تو سا اي تالمون الناس كبروه انا قلت لهم يا جماعه سي فيني صايي هذه حكيت عليها قديمه بور موا صايي جافونس اي فو سورتي الجزائر دركا رايحه للانتخابات رايحه للشونجمون تما بطريقه سلميه دونك اون فا با رونطري حنا داك في لو بياج تاع لازمتنا فوضى وتكسر لا 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 اون افونس نشوفوا حلول لبلادنا بطريقه بيان بطريقه سلميه نديروا دي مورسو جدد نحكيوا على البلاد نحكيوا على فوالا باسكو لوط في دوبل كانو الى توجور كريتيكي لو سيستيم يعني علاش هاد الخطره كاين يعني تجاوب كبير مع هاد الاغنيه جو سي با والله انا شاك فوا يبوزي لي لا كيسيون نقول والله يا جماعه جو سي با يعني امبليفيكاسيون تقدرش كبرت وانا حاب ننساها سي بون يا جماعه نساو لي كلاش ونساو كلش نافونسيو سي با بيان بور ليماج تاعنا وبور ليماج تاع بلادنا ساي اون كريتيكي ليتا قال واش ما عجبناش هذا الشخص في تصرفاته هذا المنصب صاي اون باس اوت شوز اون اميليور اون با نبقاو نحكيو في الباسي اون اميليور لي شوز صاي دوك جايين انتخابات ان شاء الله حكومه جديده مترشحين جدد برنامج جديد فوالا نسوف الجديد فوالا اون افونس فو با ريستي في او قال امرض دولو او استنى وعلاه ما دارت دونك انا جو بونس كو هذا هو لو سكي اسونسييل لوط في دوبل كانو عندك بلوزيغ البوم اسكو عندك اون شانسون بريفيري يعني une chanson à toi انا نحبها شخصيا انا اللي تما تاثرت بها من صغري اغنيه فيروس فيروس باسكو كتبتها سيتي فريمون كتبتها فريمون فريمون من قلبي جولي باسي ان ميساج لي جون تما ما تطيحوش في الفخ تاع ابليس ما عندك انا عندي في غنايه جايه نقول يا ربي نقول كنت نكتب وريسكي لكن بليس نزل دار الفيروس انا كلام تاعي وكاسبرسكي دونك جولي دير كي شغل حبيت بالراب نعالج لا سوسيتي تاعنا تاع يقول لك راك راه حياتك مالا اشرب كاشيات راك راه حياتك مالا دروغي راك انا نو دي سا دي باسا نقول لك راه حياتك احكم في ربي ادعي قول لامك تدعي لك جو سي با انا اخطب تزوج حل افتح روحك فوالا دي تروك بور العبد يفرح بحياته فوالا الفيروس سي كوم ان فيروس لي كونتاميني لا سوسيتي والعبد يدمرو سي بور سا كو تعجبني هاد الاغنيه فوالا داكوغ اسكو تقدر تحكي لنا على لي بروجي تاعك ان شاء الله دركا كيف قلت لك اوني دون ان اسبري تاع سيفون اون افونس الجيري جوستومون داخله في ان شانجمون كبير اللي هو الانتخابات نتمناو تكون انتخابات نزيهه يعني تريبريزونتي الشعب باسكو للاسف صافي دي زاني وحنا والفنا في الجزائر حنا نعرفوا رواحنا دونك ماذا بينا تكون الكونكورونس يكونوا دي كانديدا اللي يحطوا البرنامج يعني قالش هذا عنده برنامج انتخابي وهذا يبروبوز كوا ليكونومي وهذا يبروبوز كوا لا جونيس والفنانين يحوسوا هيه انت واش تهضر واش تقول على الثقافه بور اميليوري الثقافه اي تو سا ماذا بينا الشعب يسانتيريس الحوايج هذوما بور فريمون شانجي دونك اون فا فير بوتيتر ان مورسو افيك مسلم يونايتد على الجيري pour j'ai l'habitude d'ailleurs de faire ça qui m'a bladi algérie qui m'a nahlem bbladi qui m'a voilà je vais pas faire un morceau chita تاع او فلان هو اللي طلع علينا الشمس وهو اللي طلع علينا النهار لا 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 ما كانش حنا ربي سبحانه اللي طلع علينا الشمس وربي اللي يرزقنا بالخيرات وفوالا دونك حنا راح نديروا ان مورسو ونحكيوا على الوطنيه واللي اي بوتيتر فيه جو في اكريغ ان ميساج لو فيتور بريزيدون يعني ها هو الرساله تاع الشعب كرهنا من الظلم كرهنا من السرقه كرهنا من الخدع كرهنا من المسؤولين اللي ما عندهمش نيفو حطونا مسؤولين عندهم نيفو اي بيان سور سا فا توجور دون ان اسبري تاع تحيا الجزائر يعني تتوقع باللي الاشياء تقدر ان تتغير يعني في الجزائر بعد الانتخابات انا ديما والله الرسول ديما يقولنا تفائلوا خير عليه الصلاه والسلام ديما تفائلوا خير الرسول عليه الصلاه والسلام عم بالك في غزوه الخندق وهما عم بالك في حصار وجيعانين تعدي سحابه بيضاء فيفرح الرسول يتفائل يقول له وي سحابه رسول الله يقول معليش بشره تاع خير دونك نو نتفائلوا خير لالجيري جو سوي توجور دونك ليسبوار هذاك بلادي تتعدل وشعبي يتعدل باسكو عندنا دي كومبيتونس عندنا ناس حابين الفزاد بس عندنا دي كومبيتونس ان شاء الله وعندنا رجال مازالوا يهضروا وما يخافوش ويضحيوا بنفوسهم فوالا سي دون سيت اسبري اللي نافونسي هنا اسبوار تفاؤل ان شاء الله ربي يفتح علينا لانه عن بالي ربي ما يخليناش نضيعوا
لطفي دانييرمون درت اون فيديو هدرت على معطوب الناس الفنان الجزائري القبائلي وقلت باللي لازم نديروا له عيد وطني سي ان بو اكزاجيري لا 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 والله يا اخي عم بالي كان الناس بعثوا لي باسكو معطوب الناس كان يقول انا مشني مسلم والناس بعثوا لي ولطفي مسلم ما تهدرش عليه وقلت لازم نحبوه فالاخر قال لي لا الرسول عليه الصلاه والسلام قال يحشر المرء مع من يحب وكنت حب واحد كافر تحشر الكافر لا يعني لما نقراو السير على الرسول لقاو ما كانش يدير عيد وطني كان يدير اكثر كان واحد الصحابي اللي كان يعني مش صحابي منافق اسمه عبد الله بن ابي بن سلول سي اكبر منافق في التاريخ الاسلامي في التاريخ البشريه هذاك لما مات الرسول مش دار له عيد وطني الرسول غطاه بالعمامه تاعو وصلى عليه جنازه ثم خير من عيد وطني بل في خطره الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه وابي سفيان كان من كفار اللي ضربوا الناس راح قال لهم من دخل دار ابي سفيان فهو امن الرسول يكسب قلوب الناس الرسول حنعطيكم حاجه اخرى عليه الصلاه والسلام للناس اللي يقول لك كيفاه نحب انا واحد كافر امبوسيبل نحب كافر ما تكزيستيش في الاسلام والله يا ناس كاينين عباد مش هم مسلمين فرض عليك انك تحبهم مثال عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي دافع عليه واللي ضحى على جاله واللي مد سوارده ومات سي فري ماشي مسلم بصح الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحبه والصحابه كل كانوا يحبوه ومن واجب على كل مسلم ما ينكرش الفضل تاع عم الرسول صلى الله عليه وسلم على الامه الاسلاميه باسكو وقف مع الحق دونك يعني ربي سبحانه يحب الحق بعديك مسلم ولا مش مسلم هذيك شخصيتك حتى ربي سبحانه تخيل دار قاعده يا جماعه اون لوا يقول لك ان الله سبحانه وتعالى ينصر الامه العادله ولو كانت كافره ويخذل ولا ويهين ولا ويدل الامه الطاغيه ولا الظالمه ولو كانت مسلمه ربي مع العدل اني حرمت الظلم على نفسي فلا تجعلوه بينك وربي سبحانه في معنى مش قال يحب العدل مسلم ولا مسلم هذه قضيتك بصح انسان كما معطوب كان يهدر على كلمه حق كان يهدر على كذا فمن واجبنا كجزائريين نقيموه ونعطيه له قدره ونعطيه له مكانته ونحترموه ما مديك انتماءاته الدينية ربي سهل عليه هذاك بينه وبين ربي سبحانه فعديك حكيت على معطوب الناس ولا لطفي تقدر تعطينا التعليقات على الأحداث اللي صارية في غردايا يعني وهذه الفتنة يعني والله والله غير نتأسف نتأسف يعني فريمو اوني فريمو تعرف تفشل تسمى باسكو الشعب معروف تاع خير وتاع اسم محافظ وكلش ابري الناس تلمو فتنه اسمها فتنه دونك ما تعرفش الصح من الغلط الناس مخلطينها على فان تلقى واحد مات وحيد ضربوا واحد دخلوا له عداره واحد اعتقلوه وتعدوا عليه وتشوف دي فيديو تاع ناس يديروا دي تيموانياج ويقول لك ناس كبار يقول لكم تعدوا علينا وما يعني داروا لنا اهانه وصلت لدرجه وعلاه يعني قلت لك نرجعوا ديما لامه محمد أمة محمد أمة تاع توحيد أمة محمد ما يهجز واحد ضرب يضرب الآخر ويضربوا بالحشار ولا يضربوا ما تجيش وفو با بروندر بارتي قال واش احنا مع تاع المالكيين مع كونتر تاع الإباضيين ولا احنا العرب كونتر الأمازيغ سي با بيان أبي دعوة الجاهلية وأنا بينكم الرسول كان يقول عليه الصلاة والسلام ما تجيش يا جماعة تما وراحوا للبلاصة سبحان الله لا بلو كالم في الجيري لا بلو ستابل غردايا تما معروفه تسمى الناس شعبها معروفين طيبين وكل راحوا داروا فتنه والله جوستمو يا موفمون اللي خارج من خنشله تاع الناس الشوخه وكبار وماشيين رايحين في طريق باش يصلحوا ذات البين كما نقول احنا ان شاء الله والله يا ناس ندعيوا ان شاء الله ربي يصلح الامور سي با ليماج اللي حابين نمدوها على الجيري ماهيش صوره الجزائر هذه حاله خاصه صرات دونك احنا يعني نتمنوا انه الناس ترجع لعقلها ونتمنوا سورتو للناس اللي ضربوا يعني بين قوسين نقولها للمزابية يعني ما تحسبوش كما نقول الآية في معنى الآية ربي راه مش غافل عما يعمل الظالمون وإنما يتركهم ليوم تشخص فيه الأبصار يعني ربي عن باب كل صغيرة وكل كبيرة وش قاعد يصير وكل واحد راح يرجع له حقه إن شاء الله بركة يتأخاوا بيناتهم وإن شاء الله يعني ما تبقاش هذه الصورة الفاسدة على الناس اللي حابين يديروا الفتنة وسي بيان دافوار بوزي باسكو سي لاكتواليتي سي هذا هو درك سي لاكتواليتي ليماج تاع هاي ليماج تاع الجزائر 2014 نسبوا ونضربوا في بعضنا لا اون فو با دو سا سي تان كا يفوك يعالجوه اي اون افونس ان شاء الله لطفي ميرسي بوكو عايشك سي جنتي دونك جو فو لاس فاس ا لا كاميرا بور ان دانيي مو دابور جو ميرسي اما.com
بيناتنا جوستومون واحد العلاقه باسكو هما تانا كيهضروا الحق نطيحين نقطعوا فيهم درك بارتو باسكو هذه معروفه هذه سنه تاع ربي سبحانه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ومن بعد اصبر على ما اصابك اصبر باسكو راح يجيوك ابتلاء كبير من عند الناس اللي ما يعجبهمش الحال دونك تحيه ليهم كي عرضوني فتحوا لي هذا الفضاء جاكسبتي نجي لهنا ما رحتش دوتر شان باسكو سا ديبون كيما هي يدوروا الهضره ويديروا المونتاج مو جو لوغ في كونفيونس تاع امه.com باسكو ينقلوا الهضره كيما هي التحيه للشعب الجزائري خوكم لطفي دبلكانو فخور بكم وكل بالمواقف تاعكم سورتو اللي بعث لنا في الفيسبوك لي زارتيست لي ساندونا ولي ممنين سورتو بالفكره وليدي تاعنا اللي حكينا عليها امه محمد حنا امه تاع توحيد نشكركم لطفي مازال بكل المعنويات تاعو ان شاء الله رانا نافونسيو في الميدان الثقافي والاجتماعي وفي الخير كل ان شاء الله نوعدكم بجديد اني نهضر بزاف سامحوني تحيه كبيره لكم الجزائر رايحه ان شاء الله لونيتاب جديده تاع الشونجمون ندعي ربي تعدي على خير تحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.